KinTrans هو مترجم بيترجم لغة الإشارة لكلام مسموع. هو complete solution بنقدمه كامل مع بعضي شباب نفس الشكل دوت. واحد اثنين ثلاثة. مجرد ان انت بتعمل له بلاي او تبدأه والانسان يجي يقف قدامه اللي هو الأصم ويبدأ انه يحرك ايده او يعمل اشارات اللي هو عايزها هو يبدأ يطلع الصوت no more no less. بس هو بيختار طبعا الـ preferred audible language اللي هو عايز يطلع فيها الصوت سواء كانت عربي او كانت انجليزي. هي الفكرة كلها ان هو يديتكت جسم الانسان فهو بقى احنا بنديله الاشارة الحمراء بنقول له ان لسه الجسم متحددش بصورة مظبوطة فأول ما بيديله الإشارة الخضراء دي معناها زي العربية كده انطلق ابدأ بقى اعمل الإشارات بتاعتك وجسمك اتحدد بصورة مظبوطة فديت حاجة خاصة بالسوفت وير عندنا عشان تدي نوع من أنواع الأمان للي بيستخدم الجهاز إن هو فعلا جسمه اتحدد صح إن الإشارات بتاعته تتعلم صح فيبدأ إن هو يبدأ يتعامل معاه أول ما يشوف اللون الأخضر. KinTrans هاندس كان توك هيغير مفهوم وطريقة تعامل الناس مع الهيرينج امبرد بيبول في كل مكان والمكان اللي هيستخدم KinTrans هيبقى هو أول مكان على مستوى العالم بيقدم خدمة دايركتلي للهيرينج امبرد بتسهل عليهم الكوميونيكيشن بتاعهم ودي أكبر مشكلة موجودة عندهم حالياً إن هم إزاي يتواصلوا مع المجتمع هي دي الجاب الفعلا اللي ما بينهم وما بين المجتمع اللي KinTrans بتحاول تقفله.